في شركتين كده، اي حد بيبقى جاي من عالم الايفون والاي او اس والكلام ده ومتعود على السلاسه وبيبقى عايز ينقل للاندرويد برشحهم. هما لو هو البادج بتاعته عاليه اقول له على ون بلس، لو هي الدنيا معاه تحت شويه فبقول له على نوكيا. والحوار ده لكذا سبب. اول حاجه التجربه السلسه جدا الناعمه الخفيفه اللي ما فيهاش تعقيدات ولا تهنيجات. واحد مش عايز افوره في السوفت وير، مش بيستخدم مش عارف مود ايه ولا بيفعل وضع ايه، لا هو عايز حاجه كده سمبل وفي نفس الوقت فيها اساسيات، موبايل خام وفي نفس الوقت بيبقى عايز برضه تحديثات يبقى اب تو ديت كده اهو. فنوكيا بقى برنس في الحته دي، في حته التحديثات وفي حته فعلا ان الموبايل بيلبي لك اللي انت عاوزه. الكلام ده مش لسه مجربه في النوكيا 7.2، لا ده الكلام ده انا مجربه بقالي اكتر من سنه بشكل يومي مع النوكيا 8. انا بسجل منه حاليا فمش عارف اوريه لكم، بس الموبايل ده يا جدعان فوق الممتاز. بستخدمه كموبايل ثانوي وفعلا حمال اسيه، حاطط فيه الخط الثاني بتاعي، بفتح منه دايما هوت سبوت للموبايلات التانية عشان شبكته ممتازة، ونفس برضو الحال في الموبايل ده. بسجل منه صوت بستخدمه كأنه ريكوردر. في موبايلات كتيرة جربت اسجل منها على المايك اللي انا بسجل منه حاليا ده مع انه مش اقوى حاجة، بس الموبايل ده بيطلع لي كواليتي صوت حلوة جدا مع انه المايك زي ما قلت لكم رخيص. طيب فيديو النهاردة برعاية ريتا في بي ان. طبعا كلنا عارفين ايه هو الفي بي ان ده، او يعني مش عارفين قوي بس لازم انا اقول الكلمتين دول. طبعا المهم يا سيدي دوت بيفتح لك المواقع المقفولة او المحددة في بلاد معينة والخواص اللي فيها، زي مثلا المكالمات اللي على المسجد ساعات بتبقى مقفولة في بلاد معينة. اللي بيميز ريتا في بي ان انه بيحافظ على نفس سرعة النت، وده بيبقى مناسب جدا في التورنت، زائد ان كل بياناتك بتبقى انكريبتد او مشفرة. طبعا عشان تاخد المميزات دي كلها وسرعة النت الكاملة هتضطر تدفع طبعا، لان هو بفلوس مش مجاني. بس لو عايزه مجاني زي ما انا عامل كونكت دلوقتي، انت بتاخد نص ساعة ولما تخلص ممكن فاهم تتفرج على فيديو كده كام ثانية يديك نص ساعة كمان. هو ولا جدعها سايبر. عايز بقى تفتح اوبن بقى على كل السيرفرات فادفع بقى. وعندهم عرض بمناسبة بلاك فرايداي انك لو اشتركت سنة هتاخد سنة تانية ببلاش. فمتفائل الصراحة بالنوكيا 7.2 لان في حاجات يعني بتشترك ما بين ده وما بين ده، زي اول الشبكات زي ما قلت لكم لما جربت. بداية بقى من الكاميرا، اللي وحشة هنا وحشة هنا على طول كده هو، بس وحشة في ابليكيشن الكاميرا. السوفت وير بتاع الكاميرا ده هو اللي مخلي الكاميرا وحشة. الكاميرا تقدر تطلع جودة محترمة بس السوفت وير حاكمها نوعا ما، فتروح مديها بقى جوجل كاميرا يعني تنطلق هي، هتاخد صور ممتازة لو استخدمت جوجل كاميرا في الموبايل ده. وخصوصا ميزة النايت سايت دي فعلا سحر كده، تلاقي الدنيا مظلمة بيجمع لك نور كده اوت اوف نو وير وتلاقي الصورة تحفة. بس طبعا بتفقد كذا ميزة. اول حاجة هو مش سلس قوي، ساعات بيكراش كده ويقفل، طبعا بيبقى ابديتد كل شوية. تاني حاجة مفيش بقى المميزات بتاعت السوفت وير اللي موجودة هنا، زي مثلا الكاميرا الوايد انجل مش عارف اشغلها على جوجل كاميرا. الاوضاع بقى بتاعت الكاميرا اللي هي تصور بالكاميرا الامامية والخلفية في نفس الوقت والكلام بتاع نوكيا ده، بس لما تيجي تقارن الجودة اللي طالعة من الكاميرا الاساسية والكاميرا دي فعلا تقول انا مش عايز المميزات كده كده. اصلا الصراحة الوايد انجل في الموبايل ده محتاج تعديل، مش عاجبني خالص ككواليتي وايز، مش حلوه مع انه شغال في النايت مود وشغال في الفيديو، بس الكواليتي بتاعته خصوصا في النايت مود مش حاسسها قويه. فخليك في جوجل كاميرا لاخر مره، خصوصا مع السيلفي. في الكاميرا السيلفي بقى الفرق فعلا شاسع. فبالكلام على السوفت وير، الموبايل ده المفروض ان هو هيجي له اندرويد 10 قبل نهايه السنه دي، قبل دخول 2020. الخامات بقى اللي الناس كتير اتحيرت منها هي اسمها مركب البوليمر، ده نص وزن الالومنيوم وضعف قوه البوليكربونات، وملمس المعدن المشطوف في اللون الاسود المط. الموبايل شيك قوي قوي في مسكته ويتحمل فعلا. ونرجع لايام نوكيا زمان اللي تديله كده هو تروح راجع في وشك، لا الموبايل فعلا متين ويستحمل مع اي حد. يعني مثلا نوكيا 8 انا بهين الموبايل ده حرفيا ومستحمل معايا، لا فعلا خامات نوكيا سمعة زي ما هي، سمعة بتاعت زمان لسه موجود زي دلوقتي. الحاجة الوحيدة بس اللي بعلق عليها ومش عجباني هي بروز الكاميرا الكبير قوي، يعني لما تحط الموبايل على اي حاجة لازم دي هتخبط اول حاجة. زائد برضو ان البصمة لو كانت في الجنب كانت تبقى اشيك فاهم، بس قشطة شغال. البصمة بقى هي اللي مش عجباني برضو، يعني سرعتها متوسطة مش سريعة ولا بطيئة، بس الحلو بقى ان هي ينفع تنزل منها شريط الاشعارات من فوق كده تطلع وتنزل بيها. الشاشة بقى اول ما جربت الموبايل ومسكت الشاشة دي قلت ها يعني مش هنتكلم عليها كتير، شاشة عادية اي بي اس فول اتش دي، حوافها كبيرة من فوق ومن تحت، فمش حاسسها فيها ميزة تشد. بس لا، في حاجة هنا صايعة قوي بقى في الشاشة دي، هي انها بتدعم محتوى ال HDR. طب هتقول لي عادي في موبايلات بتعملها، واصلا مش كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب بتبقى بالكواليتي دي. بس هنا بقى الميزة انها بتعرف تعمل اب سكيلينج او ترفع
الفيديوهات الاس دي ار العاديه الى اتش دي ار. ولو انت مش فاهم الفرق ما بين الاثنين ده فيديو يوضح لك الفرق ما بين الاثنين. يمكن الفرق هنا مبالغ فيه شويه بس بيبقى فيه فرق ما بين الاتش دي ار والاس دي ار، وبتبان بقى لما اجي قارنته بشاشات اموليد. يعني الاي بي اس مش متعود ان هو يتحط جنب اموليد خالص تعرف تطلع الفرق، بس لا لما حطيت جنب موبايل اموليد ورحت كده الواحد كده ما يعني مش عارف يطلع الفرق، قلت له انهي شاشه مين احلى، قال لي الاثنين تقريبا شبه بعض. والايفكت ده بيبان هنا، يعني احنا دلوقتي فاتحين فيديو عادي فالموبايل مش عارف يرى ان في فيديو شغال عشان الشاشه صغيره. لما بتكبر بقى الموضوع الاب سكيلينج ده بيحصل دلوقتي. بص كده اهو، لاحظ الحيطه اللي ورايا ازاي بتسود، وش ازاي بيبقى فيه ساتوريشن شويه، هو محمر سيكا بس حلو مقبوله احسن من الاول. كمان لاحظت كمان في حاجه اسمها وضع الدايناميك مود، ده بيحاول يظبط لك حراره الالوان وبيتعلم من اللي انت بتعمله. يعني مثلا لو بتقرا ولقى في محتوى كتابي بيحاول يصفر الشاشه شويه كده عشان يريح العين، لقاك بتعرض فيديو او صور يروح فاقع لك الالوان شويه. ف برضه الشاشه دي انا مبسوط منها جدا. كان نفسي يعملوا حاجه كده اللي هي زي الاولويز اون ديسبلاي اللي موجوده في النوكيا 8 بتاعي، هي بتديك نفس افكت الاولويز اون ديسبلاي بس في حاجه غريبه فيها، هي زيرو افكت على البطاريه. انا دي شاشه اي بي اس فازاي بتفضل منوره دايما كده، اللي هو انام واصحى الاقي البطاريه قلت 5%. ف 5% على الشاشه اي بي اس ده رقم شاسع. هم هنا عاملينها بشكل تاني، هي لما يجي لك نوتيفيكيشن يعني بيجي لك كده بيظهر لك اللوجو بتاع النوتيفيكيشن بس، ها حلوه. واللي اصيع كمان في موضوع النوتيفيكيشن او لما تيجي تشحن بتلاقي لمبه الاشارات بقى بتنور، واللي هي اصلا زرار الباور، زرار الباور في نفس الوقت جواه لمبه كده بتنور، فجامده الحركه دي. وعلى الشمال في زرار بتاع جوجل اسيستنت بس انت ممكن تقفله لو مش بتستخدم جوجل اسيستنت، بس حاول تتعلمه كده وتكتشف الحاجات اللي فيه هيسهل لك حاجات صدقني. يعني هو اسيستنت فعلا، هو عايز يساعدك بدل ما تخش وتعمل ومش عارف ايه، لا انت ممكن تقول له حاجه يبص بس كده. اللي مش مبسوط منه نهائي بقى في الموبايل ده هو البطاريه 3500 اللي بتقل قوي في الالعاب، بحس ان معدل الاعلان فيها مع السخونيه للاسف بتقل قوي لما اجي العب. وبتشحن بالتايب سي بالشاحن ال 10 واط البطيء اللي جاي معاها من 0% في ساعه و55 دقيقه بالظبط. وعموما اداء البطاريه في الوضع العادي يعني متوسط، مش ما ابهرنيش. اللي برضو ما ابهرنيش هو اداء الموبايل مع السناب دراجون 660 اللي ممكن نقول عليه بقى خلاص ادم. بس اللي ساند الموبايل شويه واللي مخليك مش حاسس انه قديم شويه هو طبعا تجربه الستوك اندرويد او اندرويد 1 خام خالص، فما فيش حمل قوي على المعالج، فالتنقل ما بين الابلكيشنز وفتح وقفل الموضوع سلس. اللي مش سلس بقى هي الالعاب، ببجي شغاله على اتش دي وفريم ريت هاي بس مش عاجبني الاداء. نفس النظام برضو في كول اوف ديوتي شغال على فريم ريت هاي، مفيش بقى فيري هاي وماكس، والجرافيكس ميديوم اخرك. ففي موبايلات اقل من سعره بكتير بتشغلها احسن منه بكتير. زائد برضو موضوع السخونه في الالعاب ده مضايق. فكل الباكج دي بسعر 5200 جنيه للاسف غالي، غالي بحكم المنافسه اللي موجوده دلوقتي وظل المنافسين الموجودين، موبايل يتحط في قائمه اللي هو غالي شويه. مقدر انك تاخد خامات نظيفه وشاشه نظيفه جدا وتحديثات مستمره لمده سنتين من جوجل، بس هل الناس عايزه كده؟ او هل انت عايز كده؟ قول في الكومنتات. يعني هل انت تيم انا عايز اعتماديه وموبايل يعيش معايا ومتحدث ويديني يعني بص اداء معتدل، ولا انت تيم بقى انا عايز بهرجه وتسع كاميرات ومش عارف موبايل بيطير وطالع له جناحات والكلام ده؟ لان دي سياسه نوكيا نوعا ما، مش عارف هل هيغيروها ولا لا، هل هيبهرونا بقى بحاجات جديده؟ لان على كلامهم الفتره الجايه في حاجات قويه جايه، ما قالولناش ايه هي بس ادينا مستنيين. ايه رايكم في النوكيا 7.2؟ وبس كده، يلا سف سف عليا كمان، سف عليا وانت عيل صغير وفي تاني اعدادي، يلا سلام.